تتجدد الوقفات الاحتجاجية هنا في ساحة الحرية بمدينة تعز للمطالبة بإنهاء الانقلاب الحوثي الذي يستمر للعام التاسع على التوالي. هناك جرائم ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني ككل في مناطق سيطرتها وفي المناطق المحررة، قصف وغنص وألغام تستهدف المدنيين والمواطنين في المناطق المحررة، ونهب وسلب يتعرض له المواطنون في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات تحت مبررات لا يقبلها الشعب اليمني. نعرضكم على بعض الهتافات في هذه الوقفة التي يرددها الثوار. انصرنا بالعدنان، قاتل الحوثي الفتان، المجرم هذا الشيطان، الما لازم حوثية، الما لازم حوثية، والفكرة ماقوسية، والخطة يهودية. 26 سبتمبر عيد الثورة والثوار، 26 سبتمبر عيد الثورة والثوار. جمهورية جمهورية، لا ملكية لا حوثية. إذن كما سمعتم هذه بعض الهتافات التي يرددها ثوار تعز في هذه الساحة خلال هذه الوقفة، وتستمر هذه الوقفات منذ 9 سنوات تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والتحالف العربي والحكومة تستجديهم لإنقاذ اليمنيين، لكن الميليشيات تواصل إجرامها بحق هذا الشعب. عبد العزيز الذبحاني، يمن شباب، من ساحة الحرية بمدينة تعز.